التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل أحمد، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الذين آمنوا وعملوا الصالحات
إن بطش ربك لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أدراك يا غفار النجم الثاقب كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. بسم قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة رجع إلى ربك راضية ورضية فدخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. خطنا إخوة الإيمان والإسلام جمع طيب المبارك. لقد عشنا واستمتعنا وسمحت قلوبنا مع هذه الآيات القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير المقيم بمدينة زقازيق ومحافظة الشرقية قبيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل أحمد. وفي هذه الليلة القرآنية المباركة ليلة تكريم الأب الراحل الحاج علي محمد علي بيومي أبو النيل التي سعدت روحه إلى رب العالمين والذي كان محبا من أهالي وشباب ورجال شارع وادي النيل. أسأل المولى عز وجل أن يجعل هذه الليلة القرآنية المباركة في ميزان حسناته يا رب العالمين. من داخل قصر الضيافة المتنقل والهندسة الكهربائية الكبرى والتي كملت وجملت إدارة مهندس عاطف الصغير والمقيم بشارع وادي النيل الزقازيق شرقية. مخازن الفراشة الكبرى المتنقلة عبر المحافظات إدارة الحاج السيد النحال والمقيم بشارع وادي النيل الزقازيق شرقية. الهندسة الصوتية الحديثة وانتقال الإذاعات الخارجية بمحافظة الشرقية. والمطلوب اسما عبر جميع أنحاء جمهورية مصر
مصر العربية، إدارة الأمبراطور مهندس محمد السيد عبد الوهاب ابن ديشة قايد الزقازيق الشرقية، مصورنا الكريم صاحب الأدب والاحترام في عالم التصوير وصاحب اللمسة الجميلة في عالم التصوير، ابن شارع وادي النيل مدينة الزقازيق مهندس ناصر صلاح، خدمة الفندقية المتميزة، إدارة المتر محمود حسين والمقيم بميت زافر الزقازيق الشرقية، وكان إخوة الإيمان والإسلام باسم العائلة الكريمة الأسرة عطية عبشة والأسرة حسين عبشة والحاج بيومة عبشة والأسرة محمد عبشة والأسرة رضا عبشة والأسرة عنتر عبشة والأسرة محمود عبشة، يتقدمون بخالص العزاء ويشكرون كل من أتى من جميع محافظة الشرقية لكي يؤدي واجب العزاء للعائلة الكريمة، ونسأل المولى عز وجل أن يرحم الأب الراحل برحمته الواسعة وأن يجعل الله مأواه الجنة يا رب العالمين. وطنا إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، السلام عليكم ورحمة الله.